لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل عبر الهاتف. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. إذا ربما نبدأ معك سيد عبد القادر بهذه الإعدامات التي تشهدها المناطق مختلف المناطق العراقية، منها ما كنا نشاهده قبل قليل، ويتزامن ذلك أيضا مع مرور 5 سنوات على مجزرة جامع مصعب بن عمير في قرية إمام ويس في السعدية بديالة. كيف تفسر هذه الانتهاكات المتواصلة للميليشيات؟ هذه تؤكد على أن الجريمة في العراق مستمرة عبر انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة والمروعة التي تقودها ميليشيات الحشد الشعبي، وهي ميليشيات الموت القديمة الحديثة المتنوعة بأسمائها منذ 2003 إلى يومنا هذا. فلذلك هذه الجريمة تؤكد أن كذبة الجثث مجهولة الهوية، تؤكد على أنها كلها إعدامات ميدانية معلومة بطريقة واضحة ومستهدفة بطريقة ممنهجة. لذلك حقيقة إذا ما رأينا جريمة مسجد مصعب بن عمير الذي راح ضحيته 73 مصليا يسجدون في بيت من بيوت الله وقد نفذتها على العلن ميليشيات العصائر بأسمائها المعروفة ولم تحاسب إلى الآن ولم يحاسب منفذوها، تؤكد على أن جرائمهم عندما يعدم هذا الشخص في صلاح الدين وتعدم من قبله جثث لمعتقلين ومختطفين في جرف الصخر في باب ترمى على قوارع الطريق، يؤكد على أنه هناك مشاركة فعلية لكل أطراف العملية السياسية التي ترى هذه الجريمة النكراء تستهدف دماء بشرية بطريقة مجة لا يقبل بها ضمير أي إنساني فضلا على أن يكون عراقي. سيد عبد القادر، لماذا لم تتم محاسبة الميليشيات المتورطة في المجزرة أو إجراء أي تحقيق عادل في هذه الجريمة؟ لأنه الدولة اليوم والعملية السياسية كلها هي أطراف ميليشياوية وكلهم مشتركون بنفس هذه الجريمة الطائفية، فهم كلهم يسعون أطراف العملية السياسية التي تحكم إلى عملية التطهير العرقي والتغيير الديمقراطي التي تريده إيران في المنطقة وفي العراق على وجه التحديد. لذلك كيف يمكن لزعماء ميليشيات يقتلون العراقيين وأيضا هم متورطون بالدماء أن يحاسبون أنفسهم أو يحاسبون هؤلاء الصغار الذين يأتمرون بأوامر هؤلاء ويقتلون الناس؟ لذلك كلهم متورطون، حتى الذين يدعون أنهم تمثيل العملية السياسية لأبناء هذه المحافظات هم لا ينفعهم إلا مناصبهم ومكتسباتهم المادية على حساب دماء ومعاناة الأبرياء، ولذلك تراهم فقط يلتهون بتشكيل وينشغلون بتشكيل اللجان الكاذبة ذات الدعاية الإعلامية. فكيف لهؤلاء المجتمعون، وأقصدنا اجتماع بيت أسامة الجيفي قبل يومين أو يوم أمس، الذين يدعون أنهم يريدون تدويل القضية ثم يجعلون على رأس اللجنة سليم الجبوري وهو كان رئيسا للبرلمان في أعلى سلطة في العراق، فضلا على أنه يتواطع مع هادي العامري الذي وصفه بابن العراق البار. في ظل عدم وجود أي أصوات معارضة حقيقية وموضوعية على الأقل في الداخل بالعراق، إلى أي مدى يؤكد ذلك أن الاحتلال الأمريكي لم يأتي بالديمقراطية وأغرق البلد في بحر من الدماء والفساد في العملية السياسية الحالية؟ لو كانت هناك ديمقراطية كما يدعون، وهذا الوصف حقيقة غير دقيق وغير موجود في العراق، لأنهم إلى هذه اللحظة يسلمون السلطة لمفردات ومقررات بول بريمر عام 2003 ولم تخرج عن هذا الإطار إلى هذه اللحظة. تتبدل بعض الوجوه من أجل حقيقة تسويق. لذلك ما يجري الآن من عمليات تكميم للأفواه وعدم قول الحقيقة أمام هؤلاء واستهداف من يطالب بالحقوق دليل على فشل هذه العملية الديمقراطية التي يدعونها وأنها ليست عملية ديمقراطية، بدليل استهدفت جميع مظاهرات العراقيين ودستورهم الحالي وهم ينادون أن حرية التعبير وحرية التظاهر مكفولة. لذلك تراهم يستهدفون، لو كانت هناك ديمقراطية حقيقية لم استهدفوا تظاهرات الأنبار ولم استهدفوا المصلين في مساجدهم ولم استهدفوا تظاهرات البصرة وقبلها تظاهرات
25 شباط اللي انطلقت في 50 مدينة عراقية ومنها بغداد. لذلك هم حقيقة فضلا على أنهم يعتقلون من يكتب رأيه بطريقة حرة أو ينتقد أو يصور ما يجري من انتهاكات سواء على الفساد المالي أو على العملية السياسية أو على الإجرام الذي تمارسه هذه الميليشيات، فضلا رأينا اعتقالات كثيرة يعتقلون الشباب بهذه التهمة لأنهم يكتبون على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الجرائم وبعض الانتهاكات التي تمارس على العراق. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.